المدير ويا عسى ربي يعين، وانا المدرس والعبد وريس وا وانا شميمي واعرف التيس الثمين، وانا متنح ما افهم الا بالدواء، وانا مسندر مع صقوري من سنين، وانا الهواوي قيس ذابحني الهوى، وانا صقيم الكاتم السر الامين، ديواني ونطلع سوا على الهوى، ديواني ونطلع سوا على الهوى. يا ابو يحيى، ابو يحيى سم، تعال تعال سم، طال عمرك سم. اسمع حبيبي تفضل. لا يدخل علي احد نهائي. ليش؟ اي ليش؟ انا عندي خطاب، خطابه بكتبه للوزير، الوزير بقي عليه الساعه ويقلع بيسافر، انا لازم اسلم الخطاب هذا بعد ساعه، ارجوك امسك الباب ولا يدخل علي ولا واحد. واذا جاء احد من الوزاره؟ ولو يجي ابوي، لو يجي ابوي امنعه، فهمت؟ يعني 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 مستقبلي الاداري مرتبط في الخطاب هذا. طال عمرك زين، اذا جاوا المراجعين، الطلاب، بعدين بعدين اقول لك متى تسمح لهم، بعدين الحين امسك الباب، المطلوب منك تمسك الباب بس. لا حد يدخل؟ مره. ابشر طال عمرك. كفو كفو كفو، شكرا ابو زين. والقهوة؟ يا حول ولا قوة الا بالله، ما ابيك قهوة الحين، مو بوقت قهوة الحين، قهوة في الفسحة بعدين، مو الحين، الحين انت امسك الباب. لا حد يدخل؟ اي لا يدخل حد. الوزير؟ اي 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 ان شاء الله. سعادة سعادة الوزير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا سيدي. يا هلا. تنح. يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء النسمة، النسمة الحلوة على مديرنا العليم. انت من وين دخلت؟ سم؟ من وين دخلت؟ مع الباب طال عمرك. مع باب المختصر؟ اي مع باب المختصر طال عمرك. شو جابك من هنا انت؟ يا أحلى مدير، ويا مساء الخير والإحساس والطيبة. تصدق يا طول عمر إنك أنت أحسن مدير، ما عمرك يوم رديتنا وإحنا جايين. المهم المهم، وش تبي وش تبي؟ قل لي. أنا مشغول مشغول، شايفني مشغول مرة. مشغول؟ إيه. رفع السماعة يعني؟ ها نكت على وقت نكت الحين أنت. قل لي وش تبي بسرعة. لا لا بس أنا طال عمرك، أنا جايك طال عمرك في 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 موضوع مهم. إيه إيه. احنا قاعدين طال عمرك في البيت انا والاهل. اي ما جاني النوم من امس طال عمرك، من امس ما جاني النوم. قاعد يا ربي يا ربي ايش اسوي، يا ربي ايش اسوي. قاعد احل كلمات متقاطعه. المشكله اني حليتهم كلهم طال عمرك بشرك. الله يطول عمرك. كلمات متقاطعه كويسه هي، بس بس مو وقت الحين، بسرعه تكفى بسرعه. بس المشكله طال عمرك بقت عندي كلمه واحده بس، كلمه من خمسه احرف، خمسه احرف ولا عرفت ايش اسوي فيها. وشي وشي بسرعه 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 يلا. هذا طال عمرك. شفت لما يجي الضفدع؟ الضفدع ويتزوج. هذا الضفدع طال عمرك يتزوج، يتزوج ضفدعه، يقومون طال عمرك هم الاثنين بعد ما يتزوجون ويسوون طقطقه. هلا لا هلا. هي هي هي. سم سم قص لي قصه حياتهم وزواجهم انت وخطبتهم انت، وش دخلني انا فيهم؟ انا اخلص يا بالحل، عندي شغل. بعد طال عمرك ما ما شو اسمه، ما الضفدعه تحمل طال عمرك وتجيب ولد. الضفدع هذا يسمونه ابو ايش؟ ها ابو ايش يسمونه الضفدع؟ انت شايفني انت تفاصيله، شايفني من فصيله الضفادع انت الله يحفظك، شايفني انا قاعد على مستنقع وقاعد كذا حاط كرسي علشان اطب في المستنقع ده. انت ما تستحي على وجهك يا اخي، انا مشغول مشغول انا. وش لي وش هذي؟ هذا هذا نهيق الضفدع طال عمرك. نقيق الضفدع مو بنهيق. سم نقيق. ان هذا النهيق حمار ذا مو ايوه لا لا نفس الفصيله نفس الفصيله نفس الفصيله. عاد انا طال عمرك قالوا لي ما في الا جوجل. قلت جوجل، مديرنا جوجل، ابي هالكلمه طال عمرك من خمسه حروف. خمسه حروف، خمسه حروف طال عمرك اللي هي يسمونها ولد الضفدع. ولد الضفدع اي طال عمرك، ولد الضفدع، ولد الضفدع افقي او عمودي؟ لا هذا هذا شبه شبه طال عمرك. افقي افقي افقي، ولد الضفدع طال عمرك. اخواني اخواني المشاهدين قناة الريان، كلمة من خمس حروف. انا انا افقي انا 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 استاذ انا استاذ تشاو تشاو. وش تشاو؟ انا قاعد اسال لك السؤال، الجمهور اسال لك وتقول انا. يلا اعطني جواب انت، انت اللي تسال وتجاوب. ايه اعطني جواب. انا جاي اسالك السؤال. انا ادري عنك بعدين صبرت انت، خلني خلتني اسال. طيب خلنا نسال الاخوان بالحلال. انا صراحة ما اعرف انا الجواب، هم يعرفون. ما تعرف الجواب؟ طيب طيب
مشاهدين قناة الرأي، أنا عندي والله العظيم عندي خطاب ولازم أسلمه الوزير، تكفون افزعوا لي الفزع عشان هذا يروح يروح عني. اسم؟ ألو. سلام عليكم. وعليكم السلام. هلا أختي حنان. هلا. نعم. هلا أختي حنان. نعم نعم. مرحبتين. ماذا يسمى ولد الضفدع؟ ولد الضفدع. ضفدع. أبو ثيبة. أبو ذنيبة. أبو ذنيبة. والله هذه كنية هذه أبو ذنيبة. لا نبي اسمه. ذنيبة. خمس حروف. من خمس حروف. ذنيبة. لا 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 لا. خمس حروف. لا لا الاسم العلمي، الاسم الصحيح، نبي الاسم الصحيح. لا هذا كنية ذي. نعم. عبير السلام عليكم. عليكم السلام. هذا أعتقد إنك جبتيه يا عبير. إن شاء الله شرغوف. ها؟ شرغوف. يا سلام عليك يا سلام عليك. شرغوف. ألف مبروك. 3000 ريال وتستاهلين. مبروك عليكم الشهر إن شاء الله، وعشر مباركة إن شاء الله. هذا نقيق. اكتب شرغوف. شرغوف. لا تقعد تتقوقي عندنا. ورح نادلي سويمل. سويمل رح نادلي هالحين ونقوق هناك. نقنق هناك. شرع. شرع. من هنا. سم. من هنا مع الباب هذا. مع الباب. يلا أخلص. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممنوع. وش سعادة الوزير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه تعال تعال، ربي جابك. متنح يقول سويم اللي يبيك المدير. إيه إيه قلت أنا جايك وأنا بوش حيا. أمرني. اسمعني طال عمرك. أبو يحيى وكلته يمسك الباب ذا وصار ما عنده ما عدد. لا قلت والله ما لها إلا رجالها. أفعل ما لها إلا سويم. شاء الله بالفزعة. تكفى. أيه. أبيك تمسك الباب، ما يدخل علي ولا واحد عندي مهمة. أبشر بشر بشر. أيه. أنا بمسك الباب قبل لا ينحاش. ولا تعال هنا 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 الباب هذا. الباب هذا. الباب هذا ما قدرت أكتب الخطاب نهائي. الحين بمسكه. أيه والله. بطلع الباب. سعادة الوزير. أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وبعد وسلم لي عليه وعلى عين ثالث. تملع علي انت؟ لا تملع علي انت؟ قاعد روح عند الباب، روح عند الباب يمسك الباب، لا يدخل علي احد. ان شاء الله ان شاء الله. اخلص. زين زين. اخلص. زين. كلام ده. الباب سكره، انا داخل ولا برا؟ ادخل انت جوا وخلي الباب برا وسكر الباب. خلاص ايه. اخلي الباب برا وانا داخل. ايه برا وانت جوا. شلون ادخل؟ اي صح. حول ولا قوه. اي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. وين دخلت انت؟ وين دخلت انت معه؟ وين دخلت؟ ها من فوق محول باراشوت. ها حذفتني هليكوبتر من احول للباب. وين ابو يحيى؟ وين ابو يحيى؟ ما كان عند الباب ابو يحيى. ابو يحيى رايح عبر علي يركض يلحق متنح. ما ادري ايش بلاهم. ما ادري ايش فيهم. زين وش تبي؟ الله يطول عمرك. انت مديرنا. مديرنا جوجل. اي ادري جوجل. وش تبي؟ انا مع الشباب. ايه؟ اصدقائي. اي اسمي شويمي والربع وهذا ولا قاعدين نحل الكلمات المتقاطعة. إيه عاد مر علينا الله يسلمك كلمة من 4 حروف. من 4 حروف. وتقول هاي الكلمة ما اسم ذكر السلحطة. السلحطة أنا أنطق هذي سلحطة. وشي سلحطة؟ سلحطة هذه سلحفة. سلحفة. سلحفة هذه مالت لينجا. سلحفة. سلاحف لينجا. لينجا. شفت انت حالي يعني جايني هالحين تبي تذكر السلحفة؟ نعم. شوف انا باختصر عليك. داري شفت الملعب هناك في مغسلة. المغسلة وراها مراية. راح وقف قدامها بس وتذكر ذكر السلحفة على طول. هذا المراية اشوف نفسي هذا 5 حروف شندر. لا انا كم ذاجة؟ هذه 4. 4 حروف. 4. أربع حروف معناها لازم. لا والله مشكلة ذي. لا طيب نفرض إني أنا 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 ما قلت لكم ولا أعرف. بيصير الله يسلمك. بيصير أنت مديرنا. أنت جوجل. تبى سادريبك تبى تصرفني. لا أنت لازم تعطيني الجواب. لازم تطلع علي. لقيت. لا شوف أنا من رأيي تطلع برا وتلقى الأستاذ مرزوق هناك يدور مع ذو الطلاب. هو اللي يجاوبك يعطيك الجواب. يلا لا استاذ مرزوق. استاذ مرزوق احنا ندرس. استاذ مرزوق ايش عرضه هذا على وجهك؟ استاذ مرزوق هو مدرسك لازم تحترمه. هو اللي قاعد يعطيك العلوم كلها. لا ما ابي يدرسني. ابيك انت تدرسني. درسني انت. لا والله لا انا ولا ذكر السلحفاه. نعم ذكر السلحفاه. لا حبايبي. لا حبايب قلبي ذكر السلحفاه.
علشان بس تكفى هذا 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 يروح عني، وانا اقدر اكتب هالخطاب. هذا ما قدرت حتى صرت امشي مشي السلحفاه علشان اكتب خطاب، امشي مشي السلحفاه الفزع التكفون. ذكر السلحفاه ماذا يسمى؟ ابو حميد محمد. هلا والله. الله يحفظك ويخلي لك عيالك وتلحق الشهر ان شاء الله تكفى. الفك يا شوف شوف بالله هذا شوفت عين. مبارك عليك الشهر. الله يبارك فيك. نبي ذكر السلحفاه. يا ابن الحلال وش شغلك؟ غيلم. ألف ألف مبروك أبو حميد. قيلة. و3000 ريال وتستاهلها والله تستاهلها كفو. يا بحر. راح الحين تجيب لي أبو يحيى. تجيب لي أبو يحيى. ولا قسم بالله ها إن هذه أنت تهرج على ظهرك. لا أبو يحيى. يلا. سكبه. ما في أحد دخل عليك؟ لا ما في أحد دخل عليك. يلا سكر الباب. أنت خلك عند الباب. خلك حذر. يلا. في احد؟ اسمع يا سويمي. اسمع يا سويمي تفضل. يا اخي ضاع مستقبلي. افا ضاع وقتي مع هذا بكتب ما قدرت اكتب. انت بهول الباب الله يحفظك. ترى بخصم عليك 5 درجات لو يدخل عليك. تكفى يا سعد. انت مسؤول. ما حد يدخل له ذبانه. وانت ترى اذا دخل احد ترى خصم 5 ايام فلوس. فهمت؟ ما نملة ما خليها تدخل. يلا كلام ابن ابو يحيى. هو اللي قال لي يدخل من عنده. لا تدخل احد عليه لان الوزير بيدخل. لا تدخل عليه احد. سك الباب. انت سك الباب زين. خلاص. انت اللي سكر الباب. خلاص سكروا الباب. خلوني اكتب. سك الباب. سعادة ما في احد دخل عليك؟ لا يا ابن الحلال ما في احد يدخل علي. بس سعادة في احد دخل؟ حول ولا قوة يا ابو يحيى. حول ولا قوة إلا بالله. سعادة الوزير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. خير إن شاء الله. وشلون دخلت أنت من هنا؟ ما أدري كيف. وضح لي وشلون دخلت من هنا. وشلون أنت مديرنا وقافنا البيبان عن المراجعين والطلبة مدير وتقفل البيبان؟ نروح لمن؟ لا حول ولا قوة. إلى قفلت البيبان نطينا عليك من الدريشة الشباك. الآن اختص. واسمع خلي حياتيك الله يهديك. تغول السياسة. سياسة الشباك المفتوح. قضيت. إيه؟ وش تبي قل لي يعني وش تبي؟ حنا طال عمرك حسب توجيهاتك حلينا الكلمات المتقاطعه. الله لا يعيد هالكلمات المتقاطعه. حستوني عند هالكلمات المتقاطعه. قطعت قلبي عند هالكلمات المتقاطعه. وش تبي بقى؟ وش عندك؟ حليناها كلها انا وزملائي. ما خلينا ولا قطعه. الحمد لله. طيب وش هذا؟ بس جمله واحده ما قدرنا نحلها. وش عطنا يلا بسرعه. لا هذه كارت بي. بسرعه اخلص. وش تقطع؟ خلا شوف. بس عسدك. وش صدري يا اخو؟ عندي خطاب انا بعد 10 دقائق بتخلص علينا. هذه ما هي به. هذه. اسمع. وش يقول؟ كلمة. من 4 حروف والسطر الثالث. افقي. تعني ذكر العنكبوت. اليوم قالبينها حديقة حيوانات اليوم عندي في هذه الإدارة. ما ادري ايش السالفة. الله يهديك. شايفني انا باني عش في جدار؟ شايفني لاصق نفسي في الجدار وحاطن بيت عنكبوت في الجدار عشان فصيلة عناكب انا علشان تجي تسألني عن ذكر العنكبوت؟ ما تستحون على وجيهكم انتم؟ لا انت جوجل، انت استاذنا، انت اللي تعرف كل شيء. ولا ضاق علينا جينا لامك تحله لنا. من نروح له؟ كم حرف علي؟ انت مديرنا. كم حرف؟ 4 حروف. افقي. اي نعم. 4 حروف ذكر العنكبوت. حبايبنا مشاهدين قناة الريان، 4 حروف كلمة من 4 حروف تعني ذكر العنكبوت. إخواني أفقي مثل ما تفضل. أفقي شخصيتي مستقبلي مربوط بخيط العنكبوت. تكفون هذا. أبغاكم تفزعون الفزع بارك الله فيكم. ذكر العنكبوت من 4 حروف. رأسي
افقي عسى افقي. السلام عليكم ام محمد. مرحبا. السلام عليكم ام محمد. عشر مباركه ان شاء الله. حزام العفه. اي ودي بس تعرفون لي يعني تعرفين لي ما هو ذكر العنكبوت وش من اربع حروف. اسمه اسمه اسمه. ها حولنا ولا انت بحولنا؟ الو في احتمالات؟ لا لا ما في خياراته. هو قريب من الاسم. قريب. ها اربع حروف. ايوه ها اعطوني اتصال ثاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا اخوي من معي؟ الو ساره. هلا والله. هلا هلا. كل عام وانت بخير. وانت برضا وعافيه. يعافيك يا هلا. ها الخاطر ناق. ها خاطر ناق. خاطر ناق. اربع. لا 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 اربع حروف. اربع حروف. ايوه خاف دار راء. لا 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 ناصر. السلام عليكم. يلا ناصر عاد اتوقع انك بتجيبه انت عاد ان شاء الله. اربع حروف وقريب من الاسم قريب من كلمه عنكبوت. يلا ها وش يصير اسمه؟ اول حرف. اول حرف شنو؟ عين. عين يعني وش قلنا يعني قريب. ها عنكب. عنكب 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 عنكب. الله يخلص من ما خلصتني من هال هذا. شكرا شكرا. 3000 ريال و1000 1000 شكرا اخو ناصر. اروح خلاص عنكب. لا لا تروح اصبر. طلب بس طلب وهي تكفى. خلك هنا واعطيك 10 درجات بس. شكرا. لا يدخل علي احد مره. لا يدخل علي ابن امه. لا يدخل علي. خلاص سكر الباب. اسكر الباب وما يدخل عليك. لو تجي نمله عيتها تدخل. كفو والله كفو. ناديتني؟ لا في حد دخل عليك يا ابن يا جماعه الخير. خلوا يطلعوا اطلعوا. اسكر الباب وانا برا ولا داخل؟ جوا. الحمد لله هالحين سكرنا كل المنافذ. الواحد يقدر يكتب الخطاب وهو مرتاح. سعادة الوزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا وسهلا. اهلا سعادة الوزير. سعادة الوزير. سعادة الوزير. سعادة الوزير. سعادة الوزير. طال عمرك ابو يحيى. طال عمرك. شفته من هو؟ سعادة الوزير وصل. الوزير جاينا. الوزير وصل. خلي يجي. خلي ادخله من هنا. لا لا وش يجي من هنا؟ انت مصاحين. ادخل الوزير مع الشباك. الوزير يدخل مع الدريشه. انت بعد سكر وخلك واقف هنا. خلي شال. تفضل سعاده الوزير. تفضل سعاده الوزير. تفضل طال عمرك. تفضل استريح. تفضل طال عمرك. تفضل استريح سعاده الوزير. تفضل طال عمرك. تفضل طال عمرك. استريح. يسلمك يطول عمرك. جعلك تسلم والله. كلفت على نفسك طال عمرك وجيت هنا. اعطى القهوه. خلك اقول كلفت على عمرك طال عمرك وجاينا. الله المفروض ان اللي نجي طال عمرك. جاك تسلم. الحقيقه سمعت انك تكتب خطاب لسعادتي. اي وقلت يا ولد ماني مكلف عليه. ابى اجي استلم الخطاب بنفسي. الله يجعلك تسلم. الله هذا من طيب اصلك ومن اخلاقك العاليه يجعلك تسلم والله. لا 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 اذا منك جيت اجل انا بسمعك. خلاص انا قدي كاتبه طال عمرك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الوزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القهوة. القهوة أبو يحيى. القهوة. القهوة أبو يحيى. سب. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الوزير. تفضل. السلام عليكم. قهوة. صب الحمام. تقهوى يا سعادة الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الوزير. سعادة. اطلع برا يا ابو. اطلع. سكر الباب بعد. يلا يا اخوي عجل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الوزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع لسعادتكم هذه الكلمة المكونة من اربعة حروف تكفى يا سعادة المدير. ما لي الا الله ثم انت. قيس. قيس. قيس انت حاط نفسك وزير انت. ما تستاهل قيس. وش القصة؟ وش السالفة انت؟ وش السالفة انت؟ وش اللي خلاك تلبس على المواطن؟ يا سعادة المدير لا تلومني. جيت مع ذا الباب لقيته مسكوك. جيت مع ذا الباب لقيته مسكوك. جيت مع ذا الباب لقيته مسكوك. جيت مع ذا الباب لقيت عنده واحد واقف. قلت مالي الا الحيلة. اي بس وش اسوي؟ وش اللي خلاك تسوي هالهيلمة كلها؟ وش السبب؟ انت يا سعادة المدير عطيتنا
الكلمات المتقاطعه. حول الله، وانا هالكلمات المتقاطعه دي وين الله جاب لي هالكلمات؟ وغرزت عند كلمه واحده وش مكونه من اربع احرف اللي هي ابن الفيل. وشو تكفى يا سعادة المدير؟ ابن الفيل كملت. تكفى، كانت الحديقة الحيوانات ناقصة بس ولد الفيل وجذري. اي والله جبته ولد الفيل، هذا هو بس يعني. هذا 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 اللي الحين الان كل هالهيلمه وكل هالحوس ووزير وحركات هذه عشان تسالني عن ولد الفيل. اربع ساعات وانا احاول ادور ما لقيته. قلت مالي الا اجي بهالطريقه. انا اجيبه لك، انا اجيب ولد الفيل لك ولا يهمك. تكفى لا ولا بس تكفى يا سنائي. بس غرضكم عندي اعزائي المشاهدين، مشاهدين قناه الرياض، تكفون خلصوني. انا قضيت وزير خطاب مع ادبي، خطاب مع ادبي، بس انا ابي تخلصوني من ولد الفيل. ماذا يسمى باللغه العربيه ولد الفيل. عبد الرحمن اربع حروف. عبد الرحمن ولد الفيل ماذا يسمى؟ السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا والله ومرحبا بمشاهدي قناه الريان، حياكم الله. مبارك عليك الشهر. الله يبارك في ايامك كلها ان شاء الله. والله ما بعرف ابن الفيل، ما في ابن واحد ثاني غير الفيل؟ لا والله يا اخوي، هذا المشكله حيحل كلمات متقاطعه ولا المشكله وقفه عند هذه يعني ولد الفيل هذا من اربع حروف. اربع حروف يعني؟ يلا اربع حروف علينا. جرول؟ ها؟ جرول؟ لا 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 جرول لا 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 خطا يا عبد الرحمن. اتصال ثاني. روضه. الو السلام عليكم. هلا اختي روضه. هلا. دغفل اسمه؟ دغفل 3000 ريال يا روضة، مبروك. دغفل سجل سجل. شكرا شكرا. سجل. الآن يا دام إن الخطاب راح أروح أنا. لا تعال الخطاب راح انتهى. وفقدت الأمل من وجود الوزير قربنا الحين، أكيد أنه قد أقلع وسافر. يا ليت تنادي أخوياك الحين كله ما بيجتمع طارئ، اجتماع سريع. يا أبو يحيى إيه لا طال عمرك، في حد دخل الآن؟ يدخلون كل الطلاب. بسرعة نادم يبيه فامل. يا في أحد دخل؟ حياك. تعال يبيك المدير. تعال نعم تعال. تفضل متنح. تفضل الأستاذ أبغيكم. معالي الوزير. تفضل. أي وزير؟ تعال معالي الوزير. أنا أقول لكم يا هلا والله، حياكم الله. الله يحييك. أنتم عادي أعطيتوني كلماتكم المتقاطعة وأنا بقي عندي كلمة متقاطعة واحدة بس. كلمة واحدة؟ وهي اسم لآلة تستعمل لضرب الطلاب اللي يقلقون مديرهم. ماذا تسمى هذه الكلمة؟ ذكرني. أول حرف فاء. فاء. ماذا أقول؟ مسطرة. فول. ثاني حرف فاء. لا فلا. فهد. فلا. فلافل. أقولها لكم كلها. فلا. فلكة. 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 أنا المدير ويا عسى ربي يعين، وأنا المدرس والعبد وريس وا، وأنا شميمي وأنا فتيس الثمين، وأنا متنح ما فهم إلا بالدواء، وأنا مسندر مع صقوري من سنين، وأنا الهواوي قيس ذابحن الهوى، وأنا أصلي من الكاتم السر الأمين.